المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. مرتبة سستيا إج مرتبة دين دا أو إحسانا. الإحسان ركن واحد. إحسان ركن كيف تاني هي؟ نعم، وهو أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى. إحسان تقري إصلا رب العالمي رأي عبادات بكيكي تبزن بكي رب العالمي تدوينا يا دطو يا دويني. نعم، إذا لم أستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن أخرج عن المرتبة الثانية. هركي تنكري تكوي مرتبة ياكي يا دط بيجي مثلا أز نك الصعيباتات دكم نكرم رب العالمي بما برشا بيخو تقري سابكي كي رب العالمي سانكي تدوينا. هي عبادة الخوف أو عبادة الترصية. الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. دليل بيجي حديث حضرة جبرائيل.